محاسبة المشروعات Venture Accounting. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المالية الإسلامية. تعرف محاسبة المشروعات أو المشروعات المشتركة بأنها منهج محاسبي يقوم على المحاسبة عن المشروعات المشتركة في دفاتر المستثمر بتطبيق طريقة حقوق الملكية أو ما يعرف بالإكويتي ميثود في المحاسبة أو منهج صافي الاستثمارات. تتمثل هذه الطريقة في الإثبات الأولي للاستثمارات في المشروع بالتكلفة عند وضعها تحت تصرف الطرف الآخر المستثمر فيه أو من خلاله أو ما يعرف بالإنفستي، ولاحقا يتم قياس قيمة الاستثمار في نهاية الفترة المالية بالمبلغ المسجل أو ما يعرف بالكارينج أماونت على أن يعدل يشتمل على حصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر الناتجة عن المشروع. وتستخدم محاسبة المشروعات في الحالات التي تنشأ فيها سيطرة مشتركة Common Control على مشروع محل الاستثمار ومن ثم على موجوداته وعناصره المالية الأخرى.